من ظلم بشار الأسد ونظام بشار الأسد وعوان بشار الأسد. كرامة الاسترداد كرامتهم وحريتهم المسلوبة من نظام قمعي، نظام متسلط عن طريق أفرع الأمن وأجهزة المخابرات. بسبب قمع الأذرع الأمنية التابعة لبشار الأسد المدنيين قبل 2011، طبعا خرج الثورة ضد الظلم وضد النظام الاسترداد بسبب تفشي الفساد والمحسوبيات. هذه الدولة كانت غير لصالح الشعب. الشعب السوري يعاني منذ أكثر من 50 سنة من هذا الحكم الدكتاتوري، من سياسة كم الأفواه وتغييب والتغييب في السجون السرية من أجل كرامتهم وحريتهم والدفاع عن أرضهم وعرضهم. مشان المساواة والعدالة الواحد يحسن يعبر عن رأيه بدون ما يخوف من أي جهة كانت، سواء أمنية أو غير أمنية. خرجت هذه الثورة لكسر حاجز الخوف وإسقاط هذه المنظومة الدموية الحاكمة في سوريا، ووقف تسريب رؤوس الأموال وخيرات البلاد للمتنفعين الأقارب الرئيس وزبانيته. لحد الآن ما تحققت الأهداف اللي قام فيها الشعب السوري، يعني نحن خرجنا ضد الظلم، لحد الآن الظلم موجود، وخرجنا لنيل الكرامة والحرية، ولحد الآن الحرية مسلوبة، وبإذن الله ماضون في طريقنا حتى تحقيق النصر وتحقيق أهداف السوري حتى نكسب حريتنا. يعني لهاللحظة رغم القتل والتشريد والنزوح ما أخذنا الحرية ومطالبنا الكاملة، لأن الثورة فكر ونحن مستمرين فيها حتى تحقيق أهدافنا التي خرجنا من أجلها، وهي الحرية ورفع الظلم عن الشعب المظلوم. أن الأصبعته هيك، يا نصر يا شهادة، وإذا حدا يفكر غير هيك يكون كتير غلطان، لأنه الشعب السوري حر كلمة عن هي الكلمة، ما برضى بالذل والهوان. حتى ننول حقوقنا المدنية والشرعية، والحمد لله مستمرون بهذه الثورة حتى إسقاط النظام. من يقوم بنصف ثورة كمن يحفر قبره بيده، لذلك مستمرون بثورتنا إن شاء الله حتى نصره والشهادة. لأن الذي استنشق عبق الحرية من سبع المستحيلات أن يرجع إلى حكم الدكتاتورية.